السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكو بيت دعاء. ياما ناس حاولت إن هي تقرب من ربنا وتتدين ويبقوا متخيلين إن هما لازم يتشددوا في الدين، وفاكرين إن كل ما يتشدد أكتر يبقى فاكر نفسه إن هو كده إيه بقى متدين أكتر، والحقيقة إن العكس صحيح. ديننا عمره ما كان دين تشدد، طول عمر ديننا دين الوسطية السامحة، وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يشاد دين أحد إلا غلبه. يسر طبعا الدين ووسطية الإسلام، ده الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ أحمد. ربنا يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. آمين يا رب، ربنا يسترك ويرجعوني للمذاكرة مرة ثانية ويرزقنا الستر والصحة والرزق الحلال، ويسترك يا شيخ أحمد يا رب، ويرزقك ويفتحها على الناس كلها يا رب، يرضي الناس كلها يا رب. طيب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب شيخ احمد نسيت الموضوع. نسيت الموضوع، لا انا مركزه في الدعاء. يعني الواحد والله يعني اصل الدعاء ده بيبقى جميل وبيبقى رزق، يعني الواحد بيبقى عايز يفضل يدعي كده، يعني احنا ما لناش غير ربنا سبحان الله. فعلا كان سيدنا عمر بيقول انا لا احمل هم الاجابه ولكن احمل هم الدعاء. ادعي بس، ادعي بس. يعني في واحد يقول لك انا مش عارف اقول له ربنا ايه. يا عم ادعي، قول اي حاجه، قول. مش قادر، مش عارف، قول اغفر لي، توب علي، يا رب انا بحبك، احبني زي ما بحب كده، يعني قول اي حاجه، بس المهم ايه، لازم ربنا يعني يلهمك الدعاء. فدع ربنا كتير ان ربنا يلهمك الدعاء، فدعي عشان ربنا يلهمك الدعاء. أيوة. اللهم الهمني الدعاء. امين يا رب. طيب شيخ احمد، احنا بنتكلم النهارده على ان ديننا هو الدين الوسط، وان النبي صلى الله عليه وسلم ما تخيرش ابدا بين امرين الا واختار الايسر اللي هو الاسهل. يعني سيد عائشه كانت تقول كده يعني. خلينا بس نقول الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، تمم اللهم ما به بداتنا ولا تسلبنا اللهم ما اعطيتنا اللهم امين. انا بقول لكم انتوا رجعتوني للمذاكره مره ثانيه. حلو. يعني الواحد يقعد يذاكر ويفتح كده المراجع العظيمه جدا. كان سيدنا الامام الشاطبي، هو الإمام أحد الأئمة الأعلام رضي الله عنه، له كتاب اسمه الموافقات، بيقول كلام مهم جدا على إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع. يعني الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على إن الحرج مرفوع عن هذه الأمة. الأصل هو التيسير وليس التعسير، الأصل هو إن احنا نبشر وليس أننا ننفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. فبقول الأدلة دي بلغت مبلغ القطع، اللي هو يعني اللي مش مثلا واحد يظن فيها يمكن، لا ما فيهاش يمكن، دي ده الأدلة يعني متواترة. طيب بين مبثوثة في كتاب الله تبارك وتعالى. يعني أنا لما أقرأ مثلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لما أقرأ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، آيات كتيرة جدا. لما أسمع كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويؤكد ما هو مؤكد عليه الصلاة والسلام، فيجيب إن حرف توكيد ونصب، إن الدين يسر، ما قالش الدين يسر وخلاص، لا إن الدين يسر، يجيب بالمصدر اللي هو يسر. طب ليه يا رسول الله؟ حتى يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مؤكد، أو حتى يرد على مزاعم اللي بيقول لك ده في تجديد في دين الله تبارك وتعالى. ابدا ما عندناش الكلام ده خالص، ده احنا عندنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ومن هنا العلماء بداوا يستنبطوا عده قواعد عظيمه جدا. هنلاقي القواعد دي بينترج تحتها جزئيات كتيره جدا في الفقه الاسلامي. يعني انا مثلا لما الامر يضيق علي قوي قوي قوي، يروح سيدنا الامام الشافعي يقول لك ابشر اذا ضاق الامر اتسع، كل ما يضيق ربنا بيوسعها لك. وعندي حاجة اسمها الضرورات تبيح المحظورات، وعندي حاجة اسمها المشقة تجلب التيسير. إزاي؟ لو إن إنسان في مثلا الصيام، الأصل إن الإنسان في رمضان يصوم، هو ده الأصل. هو أنا ينفع أخذ بالرخصة؟ أيوة طبعا تاخد بالرخصة. تاخد بالرخصة إزاي؟ تاخد بالرخصة لو أنت مسافر ممكن. واحد يقول لك، بقول لك إيه بقى؟ أقول لك ما تشددش بالله عليك. يقول لك أصل كان زمان بيركبوا جمل، دلوقتي إحنا بنركب طيارة ساعتين اتنين بتبقى مش عارف فين.
ايوه هو العله ايه؟ هي اسمها عله السفر، بس ماليش علاقه بالمساله دي، تمام؟ ايه الحكمه من كده؟ المشقه. فانا عندي فرق بين العله والحكمه. فواحد يقول انا بسافر، اه يجوز لك الرخصه، بس خلي بالك الصيام افضل. بس انا لو اخذت بالرخصه تنكر عليا؟ لا، انا ما انكرش عليك ابدا على الاطلاق. واحد مش قادر يقف وهو بيصلي، يعني جه يقرا الفاتحه فمش قادر، ينفع اقعد؟ اه طبعا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فيجي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول يا جماعه يلي بتشددوا على الناس خلي بالكم، يسروا ولا تعسروا. يعني ايه يسروا ولا تعسروا يا رسول الله؟ ما انا احيانا باجي 99.9% بيسر ويسر على الناس، بس الواحد من 10 سيبهولي بقى، دي واحد من 10 اخرج في الناس واغل اشفي غليلي كده في الناس. فيجي النبي عليه الصلاه والسلام يقول يسروا، وبعدين يقول ولا تعسروا، حتى لو كان الواحد من 10 ده، حتى لو كان واحد في المليون، حتى لو كان واحد في المليار، ما ينفعش اللي انت تعسر على الناس. ويا اخي بشروا ولا تنفروا. بس مش معنى كده لان كتير من الناس فاهم اللي هو يسروا ولا تعسروا ان الاحكام يا جماعه اللي هو النواهي ما ينفعش اللي انا اقول عليها. يعني مثلا ايه؟ ما ينفعش اللي انت تزني. لا بقى، بقول لك ايه، يسر ولا تعسر بقى. لا، ما قلنا في الحرام طبعا. طبعا يا جماعه انا عندي الحجاب فرض، بقول لك ايه بقى، يسر ولا تعسر بقى. لا، ما في، انا عندي اوامر وعندي، بس لما اجي امرك بالراحه، أأمرك وأحثك على رحمة الله تبارك وتعالى وعلى التوبة، وأقول لك خلي بالك إن رحمة ربنا قريبة جدا، بس قريبة من مين؟ قريبة من المحسنين. فكتير من الناس فاهم غلط، اللي هو أنا طول ما أنا بعمل المعصية واحد يقول لك إيه، فإن طالبني بأوامري أطالبه برحمتي وعفو. يا دي يا مؤمن، إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ إيه يا أخي، ما فيش كده، عيب حتى أنت تتكلم كده، عيب. الله عز وجل يقول لك افعل ولا تفعل، غصب عني ما عملتش، وأنا معترف لله، مقصر ومعترف لله عز وجل بالتقصير. فده إن شاء الله ربنا يتوب عليك إن شاء الله لما تدعو ربك سبحانه وتعالى، تقول له يا رب اللهم اغفر لي، اغفر لي تقصيري يا رب. أصل إحنا كلنا على فكرة مقصرين، سواء أنا ولا حضرتك ولا السادة المشاهدين، كلنا مقصرين في طاعة الله تبارك وتعالى. ودايما المثل بتاعنا يقول لك يا أخي ده ما كامل إلا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كده، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. فيجي بعض الناس يبدأ يشدد ما وسعه الله عز وجل أو يضيق واسعة، فنقول يا أخي أنت بتعمل ليه كده؟ ليه تنفر الناس من دين ربنا تبارك وتعالى؟ أو أحيانا بعض الناس ينفر، بمعنى إيه؟ بمعنى أنا واحد من ضمن الناس زمان، واحد كان بيكلمني في مسألة اللحية، فاللحية بقى فرض وبتاع مش عارف ايه، فخدت شوط مع الناس دي كتير جدا يعني. فواحد يقول لي اللحية واجبة، قلت له كويس حلو، انا معايا قهوة واجبها وحلقها حرام وزي الفل كمان، بس يا اخي انا بقول سنة وعندي ادلة في الكلام اللي انت ده، فايه دليلك؟ ما يعرفش، بس هو المهم يعسر عليك، المهم يقول طب انا عندي عذر، يقول لك لا مش عارف. واحد سمعت والله حكى الكلام ده، فيقول له يا مولانا انا راجل، معلش انا اسف يعني، انا راجل شغال ومهنتي ما ينفعش ان انا اربي فيها لحيتي. يقول له سيب المهنه بتاعتك وانت اثم. يا اخي مين قال لك الكلام ده؟ انت بتجيبوا الكلام ده منين يا جماعه؟ هذا امر بمعروف ونهي عن منكر، انت لا عارف شرائط الامر بالمعروف ولا انت فاهم اصلا يعني ايه نهي عن منكر، وانت تنفر الناس. والله واحده بعتالي فبتقول لي والله العظيم من كتر شدة بعض الدعاة اللي بيدعونا إلى الله عز وجل، فبيعودونا بيدعونا إلى الله بالتخويف بالترهيب. فبتقول والله العظيم الإعداد، أنا وريتهم الرسالة دي، فبتقول والله واحدة مش من مصر خالص، بتقول والله لدرجة إن احنا تركنا الصلاة والصيام. لا حول ولا قوة الا بالله. طب ليه سبت الصلاة والصيام؟ فقالت أنا كده كده في التشدد بيجيب نتيجة عكسية. ما هي قالت بقى، بتقول لي ما أنا قلت بقى أنا كده كده في النار، أصلي ليه؟ وأصوم ليه؟ فبتقول فما بدأنا نتبع الحمد لله الحلقات بتاعتكم وشفنا المرونة وشفنا قضية التيسير بفضل الله، فالحمد لله بدأت أصلي تاني لله. ابدأوا من أول وجديد، عرفوني يعني معنى الرب، يعني إيه الله، ويعني إيه إنه ربنا رحيم. تمام، احلى مدخل للعباده هو الحب. الحب طبعا، هو الحب طبعا. انا لما بحب ربنا بشوف ايه اللي بيرضي ربنا سبحانه وتعالى وبعمله. طبعا هقول لحضرتك، امبارح جالي بعد ما خلصت الحلقه حد جالي اتصال من خارج مصر من دوله عربيه، فالسيده المتصله بتقول لي بتسأل في حاجة، بتقول لي أنا من كتر أنا للأسف زي بقية الناس بصلي على سطر وأسيب سطر، فروحت لبعض مشايخنا اللي عندنا هنا في البلد فكفروني،
فقالوا لي انت كافرة. فهي عمالة تبكي وبتقول لي انا كده في النار، طب انا اعمل ايه؟ قلت لها يا فندم طب انت بتتصل بي عشان ايه؟ فبتقول والله من كتر التيسير اللي انتوا بتيسروا بيه على الناس حسيت ان في ممكن يبقى لي مخرج. قلت لها لا ده انت ليكي مخرج. مين اللي قال؟ ده انت ترجعي وتصلي مرة تانية. فقالت لي يعني انا مسلمة؟ قلت لها ايوه مسلمة طبعا. هو انت بتنكري فرضية الصلاة؟ قالت لي لا بس والله ده الكسل، الدنيا لهيانة. لا ارجعي وخلي بالك كل السيئات اللي انت عملتيها قبل كده ربنا بيقلبها لك كمان حسنات. طبعا ده ربنا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فجماعة الناس محتاجة الكلمة الطيبة، الناس محتاجة اللي حد يطبطب عليها بس ياخدها الربنا بالراحة مش ياخدها الربنا بعنف، لأن بتيجي بنتيجة عكسية والله العظيم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما كده وهم رايحين بلد غير البلد يقول تعالوا، ويحط سيدنا معاذ وأبو موسى الأشعري الاثنين إيديهم في بعض يقول لهم تعالوا أقول لكم يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. طيب الكلام جميل ومعنا تليفون ناخد أول تليفون.